دي مش حاجه غريبه على النادي الاهلي، مش اول مره يتم تكريمنا. طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر الاعضاء مجلس اداره الكرام بحضورهم النهارده ويكرمنا. كان نفسنا كابتن محمود يكون موجود معانا، ان شاء الله يتعوض في جاي باذن الله. طبعا فخور جدا، رباعيه في وقت كنا محتاجين فيه نفرح فيه جماهيرنا، اخفاق سنتين الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا. يوم جميل جدا، تكريم محترم يليق باسم وكانه النادي الاهلي، بشكرهم جدا ونعودهم بالمزيد ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. طبعا مظبوط، طبعا رسائل وخبرات طبعا من كابتن محمود، كابتننا الكبير طبعا بيدينا دروس وبنتعلم منها. طبعا مهمه طبعا صعبه، الحفاظ على القمه مش سهل، الوصول ليها سهل بس الحفاظ عليها بقى صعب. ده بتدرج الموسم الجاي، لازم يعني نتعب اكتر عشان نحافظ على المكان اللي وصلنا لها. ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله، نحقق كل اللي نتمناه، هنتعب ان شاء الله رب العالمين عشان نفرح جمهورنا باذن الله. الحمد لله رب العالمين، السنه دي كانت سنه صعبه. طبعا احنا جايين من سنتين خساره دوري وكاس ورا بعض، فكان تحدي كبير قوي للفرقه، مجهود كبير اتبذل من اول السنه. الحمد لله وعدنا وعد في اول السنه ان احنا نحقق كل البطولات، والحمد لله احنا في اخر يوم في السنه امبارح الحمد لله بنحقق الاربع بطولات وبنوفي بالعهود. زي ما كابتن محمود الخطيب قال ان احنا لازم في وقت الخساره ان احنا نتماسك، والحمد لله الفرقه كانت رجاله وتماسكت. الحمد لله اربع بطولات، موسم استثنائي، اللعيبه كلها رجاله. احب ابارك للجهاز الفني واعضاء مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي كلهم. اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، احنا بنفرح صح لما نحقق البطوله. هو اكيد الهدف منها كان الضغط شويه او تشجيع للفرقه، ان هي ضغط على الفرقه الثانيه، وان احنا نشجع فرقتنا ان هي تكمل الثلاث نقط اللي كانوا فاضلين. بس كاحتفال بالبطوله لا، صح ان احنا نحتفل، المفروض ان احنا نحتفل بعد ما البطوله ما بتخلص، لان النادي الاهلي بيحتفل ببطوله، ما بيحتفلش باي حاجه ثانيه. والحمد لله رب العالمين، احنا فرقتنا الحمد لله من اول السنه في وقت المكسب بنكسب بطوله، بنفرح اليوم اللي بعده وبركز في البطوله اللي بعدها، وده كان سبب الفوز السنه دي الحمد لله. طبعا الحمد لله موسم يعني تاريخي للكره الطايره الحمد لله، وزي ما وعدنا الجمهور من اول السنه ومن السنه اللي فاتت احنا ان شاء الله نعوض اخفاقات السنتين اللي فاتوا. بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني بالرباعيه، حاجه كويسه جدا لنصالح بيها الجماهير، نصالح بيها النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره اللي واقفين معانا على طول وبيساعدونا ويدعمونا دايما، فالحمد لله رب العالمين. والله الله يبارك فيك. طبعا عايز ابارك لجماهير النادي الاهلي كلها، وعايز ابارك للاعيبه والجهاز الفني واعضاء مجلس اداره وكابتن خطيب. كل الناس بصراحه تعبت في الموسم ده، من اول اعضاء مجلس اداره وكابتن خطيب فضلوا واقفين معانا كل الماتشات تقريبا، كل ماتشات الفاينل بنهائي افريقيا. هي بتبقى حاجه كويسه جدا لما بنلعب ماتش فاينل ونبص في الماسوره نلاقي اعضاء مجلس اداره فرحانين بمكسبنا وبيشجعونا في كل نقطه. موسم طبعا صعب جدا، مهما احكي عن تفاصيل موسم صعب فعلا. صعوبته في ان احنا كان هدفنا من اول يوم الرباعيه، اللعيبه تعبت جدا، اللعيبه ادت 120% من طاقتها تقريبا عشان نقدر نفرح الجماهير من تاني بعد ما كنا زعلناهم مننا. فما كانش قدامنا حل غير ان احنا نرجع الرباعيه، فالحمد لله طبعا قدرنا عليها الحمد لله. شكرا جدا لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكل الاهلاويه يعني، والف مبروك ليهم. الموسم ده طبعا بالنسبه لي كان موسم صعب قوي، لان ده اول موسم ليا زي ما انت قلتي، وان انت تحقق فيه الرباعيه دي حاجه مش سهله. اعتقد ان الاهلي ما حققهاش من 2010، فطبعا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي انا لا يمكن انساها بالنسبه لده اول موسم برده ليا في النادي الاهلي. طبعا الموضوع كان صعب بالنسبه لي في الاول ان انا اخش مع الفرقه يعني على طول، وان انا اخش معاهم الماتشات والبطولات. فطبعا الحمد لله هم عملوا ده بصراحه، هم هنا احتووني جدا يعني بصراحه، ما حسيتش ان انا جاي من بره او لا، بالعكس حاسس ان انا كنت متربي معاهم، وده سر حبي للنادي وسر حبي للمجموعه اللي معايا. فانا الحمد لله طبعا بشكر جدا المجموعه اللي معايا كلها، وبتمنى يعني ان احنا نكمل على طول على البطولات دي باذن الله. والله الحمد لله، اول حاجه على الموسم الحمد لله، وعلى النتيجه الكويسه جدا للفرقه. والله انا عايز اقول لك حاجه، انا النهارده افتكرت حاجه وهم بيجهزوا فوق الاحتفاليه. اخر مره تم كسبنا، كنت لعيب، كسبنا الاربع بطولات كان 2010، وتم التكريم بنفس الشكل، وتم التكريم والاهتمام. النادي الاهلي ما بيتغيرش، النادي الاهلي دايما نفس التقاليد اللي بتتم، ونفس الاحتفال، ونفس كل حاجه، مهما اتغيرت اي اشخاص كل حاجه زي ما هي من 14 سنه. اخر مره اتكرمنا بنفس الشكل بمنتهى الاهتمام، وتقدير كبير جدا للفرقه ان التكريم يتم باسرع ما يكون. كابتن محمود الخطيب رغم ان هو تعبان حرص ان هو يقول كلمه للعيبه ويحفز اللعيبه ويكافئهم، فلا طبعا حاجه كبيره جدا 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 لينا كلنا يعني، الحمد لله رب العالمين.